منطقة خابور شمال الحسكة هربت عائلة زوميا قبل أن يصل تنظيم داعش إلى قريتها. نزحت العائلة مع ثلاث عائلات أخرى من جيرانهم خوفا من أن تتكرر معهم المأساة التي حدثت على مرمى حجر من قريتهم. وإلى قرية الأشوريين في كسارة اللبنانية لجأوا مجتمعين إلى منزل قريب لهم هاربين بلحمهم الحي. في اشتباك بين داعش وبين أكراد، طرف جنوبي داعش وطرف شمالي خابور أكراد، وهالخابور قرى، كل القرى الأشورية وعرب يعني من جميع مخلوط، والكل هزموا، العرب انهزموا، الأشوريين انهزموا. لما كنت على الحدود فوق على المصنع اجوا 17 شخص مش عارفين وين بده يروحوا وين بده يجوا، حولتهم كلهم على المطرانيه لتحت، تحت المطرانيه بتهتم فيهم. خمس عائلات وصلت الى كنيسه المشرق في حي الاشوريين داخل منطقه سد البوشريه، لكن العائلات هنا رفضت الحديث او الظهور امام الكاميرا بطلب من الكنيسه. فالكنيسة حريصة على سير المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الأشوريين الذين احتجزتهم داعش في سوريا. نحن عم نعتبرهم دواعش ولا الإرهابيين، أنا ما بفتكر هدول حتى إرهابيين، نحن بنصلي لهم لالله ينور عليهم، الله يحل الرحمة بقلوبهم ليعترفوا فينا نحن كإنسانية، يتعاملوا معنا كإنسانية، لأنه الله أول ما خلق الإنسان ما خلق الديانات. الدولة اللبنانية أوعزت إلى الأمن العام اللبناني بضرورة تسهيل مرور الأشوريين بغض النظر عن الشروط الأخيرة، فالأوضاع الإنسانية تكسر قاعدة هذه الشروط كما أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية. العائلات المسيحية التي حضرت إلى لبنان خلال الأعوام الماضية من سوريا والعراق عادة ما تغادره إلى مدن أوروبية وأمريكية، فيكون لبنان بالنسبة إليها كمحطة بين الوطن الأم ووطن اللجوء. من حي الأشوريين غنوة يتيم العربية.